زوما راجل حبيبي أموري لو إيش نحميك ها بلدوزر هنور النهارده والله ربنا يديك الصحة يا كابتن. ألف مبروك. ألف مبروك كابتن. ألف مبروك. ألف مبروك كابتن. زيزوز طبعا يعني الماتش كان صعب قوي، اجواء صعبه جدا، بس انتوا عملتوا مع المباراه كويس الحمد لله. المباراه طبعا صعبه، فريق الترجي انتوا شفتوا الاجواء عامله ازاي، هم ما بيقبلوش الهزيمه وما بيقبلوش ان هم يجي حد يترشح من عندهم، فالحمد لله اللعيبه كانوا رجاله والجهاز الفني والراجل والمساعدين كابتن سامي وكابتن امير والناس كلها اشتغلت حضروا اللعيبه كويس للماتش والحمد لله على الخطوه. امتى خفت في الماتش؟ قلقت في ضربه الجزاء، حسيت ان بدري قوي على ضربه الجزاء، بدري قوي وضغط الجمهور هيضغطوا على الحكم، حسيت ان هي يعني ممكن الموضوع يمشي في سيناريو ثاني، بس الحمد لله اللعيبه كانوا رجاله. شخصيه الزمالك ظهرت قدام بطل القاره في اخر نسختين الترجي، انك تكسبه وتطيح بيه من البطوله من دور الثمانيه، وكذلك فزت عليه في كاس السوبر الافريقي، ده يعني نقدر نقول انه الزمالك عاد بقوه وشخصيه، بقى شخصيه بطل عنده. هي الناس ناسيه يا جماعه ان الزمالك بطل افريقيا السنه الفتره اللي فاتت، الناس ناسيه شخصيه الزمالك دي ما ظهرتش في الماتشين اللي فاتوا دول. احنا السنه اللي فاتت، بس عشان الناس بتنسى، السنه اللي فاتت احنا ترشحنا من سوسه قدام النجم الساحلي، ترشحنا من المغرب، ترشحنا من الجزائر، الفرقه السنه اللي فاتت عدوا بخبرات كبيره جدا، يمكن اي حاجه صعبه بنعدي بيها يمكن دي بتبقى في مصلحه الفريق قبل كده، بتتحط في الذاكره عندهم. اللعيبه بقت عندها، انا بتكلم على اللعيبه حتى كمان الجديده، يعني ممكن اللعيبه القديمه زي طارق حامد والناس دي وجنش عاشوا الاجواء دي، لكن انا بتكلم على واحد زي احمد عيد حتى لو هو مش بيلعب هو شاف الاجواء دي، محمد صبحي، الناس حتى اللي بره السكور، الناس دي الاجواء دي بالنسبه لهم هتفضل في ذاكرتهم، لما يجي عليهم الدور ويلعبوا ان شاء الله هتعود على الفرق. اول ماتش النص النهائي في شهر 5، ده مفيد للزمالك انه يجهز نفسه في الدوري اكتر علشان نص النهائي يروح جاهز. طبعا احنا كان عندنا ضغط الفتره اللي فاتت كبير جدا، سفر كتير، احنا يمكن سافرنا اربع مرات، في اقل من شهر، ولعبنا مباريات كلها حاسمه، يعني مباراه ببطولات ومباراه زي دلوقتي فيها نوك اوت، اللي بيخسر بيطلع بره. طبعا يعني لما نرجع تاني الدوري يبقى الراجل عنده فرصه ان هو يجهز بقيه اللعيبه، يريح اللعيبه اللي هي ما لعبتش، ناخد نفس شويه بعد ضربة الجزاء. شكر اللعيبه، قال لي اشكر اللعيبه واشكر الجهاز الفني وقول لهم كنتوا رجاله، وان شاء الله يستقبلهم في مصر ويجتمع بيهم. وقبل الماتش يمكن كان هو عنده تعليمات ان احنا ما نحتكش بالجمهور ولا نحتكش بالحكم، لان يعني هيبقى في ضغط على اللعيبه. ف المدير الفني كان بيتكلم مع اللعيبه في نفس النقطه، ان احنا عارفين ان في الاخر لو يعني لو لا قدر الله خسرنا هنخسر، مش كوره، هنخسر بره الملعب، ان احنا بره الملعب او ان احنا نخرج بره تركيزنا، لازم نبقى مركزين. ف الحمد لله على الكلام. كلمه الجميل طارق حامد، بقى طارق حامد النجم الظهير ومش هيلعب الماتش الجاي، ولا هي ثلاث انذارات اصلا؟ اعتقد في افريقيا انذارين، لكن هنسال دلوقتي الاداريين اللي معانا اللي هم ماسكين اللوائح بتاعت الكاف، انا المعلومه مش حاضره عندي دلوقتي، لكن هنسال دلوقتي ونعرف. لكن في الاخر انت في البطوله مش هتفضل ماشي باللعيبه بتاعتك لحد اخر مباراه، تخسر حد وحد ثاني يدخل مكانه في الاخر. طارق حامد طبعا لعيب مهم في الفرقه، لكن في الاخر يعني ربنا يسهل ان احنا نقدر، زي السنه اللي فاتت خسرنا فرجاني في نص البطوله وقدرنا ان احنا نكمل ونوجد بديل، ان شاء الله ان احنا اللعيبه كلها تبقى جاهزه للفتره اللي جايه. مقدر خوف الجمهور او المحللين، الناس اللي بتتكلم، لكن زي ما يا جماعه انتوا طول الوقت بتنادوا ان مفيش حد يتدخل في شغل الجهاز الفني، مش معنى بنقول الكلام ده على الاداره وعلى رئيس النادي، يعني رئيس النادي ما يتدخلش في عمل الجهاز الفني، دي حاجه طبيعيه، لكن الجمهور او الاعلام او
فئه معينه من النقاد والاعلام تتدخل وتتكلم. في ناس بتتكلم ان هو ليه بيدربهم السوق؟ طب احنا يعني جايبين مدير فني سايبين له كل الصلاحيات، احنا دورنا ان احنا نوفر له كل حاجه. بيحصل ساعات يعني توجيه، تدخل توجيه او كده، لان احنا عايزينه ينجح في الاخر. لكن في الاخر ما اقدرش اقول له اصل الجمهور يعني على السوشيال ميديا او على في الاعلام الناس بتسال اللي عايزه مدرب الكلام ده. يعني في الاخر بندي كل واحد بيعمل شغله، هو في الاخر مسؤول عن النتائج في الاخر. انت انا بتكلم بس عشان بدنيا، يعني احنا واقفين على رجلينا الحمد لله بدنيا. اكتر فرقه لعبت مباريات، اكتر فرقه لعب سافرت، والحمد لله يعني الفرقه كل مباراه بتعلى بدنيا. دايما الفتره اللي فاتت اخر 5-6 ماتشات بنفضل نهاجم لحد اخر الشوط الثاني، وبنسجل في اخر الشوط الثاني. كل ده لازم بقى نذكر الراجل خلاص. انا ما بقولش في الاخر انا ما جبتش مدرب احمال او انا اللي جبت مدرب احمال، انا بتكلم في الاخر ان هو الراجل شرح وجهه نظره، اقتنعنا بيها، دعمناه. في الاخر انت شايف النتيجه. وفي الاخر على فكره لو ربنا ما اردش ان احنا نصعد كانت هتبقى في الاخر نفس الكلام. هقول انت لو بتخسر هتخسر كوره، هتخسرش بلد. ان شاء الله قادر انه يتوج ويوصل دوري ابطال افريقيا هذه النسخه. بص انا من السنه اللي فاتت يمكن الناس بتتضايق من الموضوع ده، انا عمري ما قلت على حاجه، ما بحبش اسبق الاحداث. احنا عندنا ماتش خلاص خلصناه، الاحتفال هيبقى على قد الاحتفال، يبقى على قد الدور الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. لسه البطوله بتصعب مش بتبقى اسهل، المراحل اللي جايه اصعب مش اسهل. فان شاء الله ان احنا نستعد للمواجهه اللي جايه. ما اقدرش اقول لك من دلوقتي. الزمالك يقدر طبعا بالامكانيات اللي عنده، باللعيبه اللي عنده، بالاداره، بالاعلام، بكل الحاجات اللي عندنا. احنا نادي كبير مش نادي صغير. لكن في الاخر ما ينفعش ما نشتغلش ونقول ان احنا خلاص هنوصل. يعني لا، لسه احنا احترمنا الفرقه دي صحيح. عشان كده كسبناهم مباراتين. على فكره انا بعتبر المباراه النهارده دي مش مباراه، بعتبرها شوط. بطوله. لا بعتبرها شوط. انت تعتبر كسبانهم 3-2 خلاص. صحيح. يعني انت تعتبر لعبتهم مرتين. ماشي. شوط عندنا وشوط عندهم. فلو احنا ما بنحترمش المنافس بتاعنا، او احنا عندنا بنستسهل بقى ونقول خلاص احنا فرحنا، لا احنا اللعيبه عندهم وعي خلاص، عارفين ان احنا النهارده هنحتفل ان شاء الله بالتاهل. لكن من بكره ان شاء الله من اول ما نوصل القاهره خلاص هنبتدي نركز في بعد كده. نفسك تلعب رجاء ولا الزمالك؟ الزمالك يلعب اي حد، الفرقه دي تلعب اي حد لو هم فضلوا كده رجاله لحد اخر البطوله. ان شاء الله نحصل على البطوله دي، هم يستاهلوا. يمكن بشويه نظام وبشويه تركيز الجيل ده خد 5 بطولات في سنه. وهم حبوا البطولات، يعني هم بقى عندهم ثقافه البطولات، ما بقوش بيشبعوا. اتمنى ربنا يكملها على كده، وان هم يفضل دايما عندهم حاسين ان هم مهما وصلوا لحاجه عاليه ان هم لسه في احسن من كده، لان الزمالك يستاهل من احسن من كده. في كاس عالم للانديه ان شاء الله في حاله التتويج. في كاس عالم حلو كل جماهير الزمالك. واللعيبه عارفه، اللعيبه عارفه الكلام ده كله. اللعيبه يمكن اللعيبه الاجانب حتى، يعني الناس لما كنا بنتكلم معاهم واحنا بنتفاوض معاهم في اول السنه، كنا بنتكلم معاهم ان الزمالك ده غير. ممكن اشرف بن شرقي ده يبقى لعيب كبير، بس في الزمالك ان هو يحصل على 3 بطولات في اقل من شهرين ثلاثه، دي حاجه تقله هو. انضم المنتخب. فرجاني كان بيلعب في الترجي، حصل معاهم على 2 أو 3، في الزمالك حصل على 5 سنة. في سنة واحدة. فاللعيبة بتكبر تاريخها وبتكبر رصيدها وبتكبر بطولاتها، وإن شاء الله اللي جاي أحسن.